واحد الاخ سولني قال لي اخاي سيمو واحد القضيه، واش ملي كدوي لنا على دولار كدوي لنا على الشهر الاول نديرو دولار واحد، واش كدوي بنيتك ولا كضحك عليه؟ انا عاود الاخوان اللي ما تيكونوش معنا ما كانوش في هذا اللايف هذا ولا ما سمعوش في ستوري اخرى، كاع الناس اللي كيبغيو يبداو الخدمه في الانترنت اش كنقول لهم؟ تنقول لهم هاد التاكتيك اللي خدام ليك لازم تمشي بيه بعيد ان شاء الله. في الاول غادي تحط واحد 3 شهور غادي تتعلم داكشي اللي باغي، 3 شهور شوف اشنو عجبك، عجبك ريسكين والشهر الاول كاع سير طلع عليهم كامل، عارف اشنو طاري، شوف الريسكين، شوف ايباي، شوف شوف ادسان، شوف شوبيفاي، شوف 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 داكشي كامل. الشهرين اللي من بعدها تخصص في شي مجال وجلس تقرا عليه مزيان وكذا، من بعدها تبدا الخدمه. يعني 3 شهور غادي تجلس تقرا، راه الناس باش يولي انجينيور كيمشي يقرا 5 سنين، باش يولي طبيب كيقرا 7 سنين، باش يولي اللي بغى يولي تيمشي يقرا واحد السنين، لا بغى يولي دكتوره راه تيمشي يقرا واحد السنين بزاف. يعني فهمتي؟ يعني انا قلت لك سير قرايه 3 شهور، بلا ما تجي 3 شهور بزاف كذا، يعني انت ما ضفكر مفقود فيك الامل بلا ما نضيع معاك الوقت، فهمتي؟ غنزيد نكمل الهضره. ماشي نجاملك، الواقع هو هذا، غتمشي تقرا واحد 3 شهور على داك الشيء وغادي تبدا. والشهر الاول، الشهر الاول غتخلي التارجيت ديالك هو واحد الدولار، يعني 10 دراهم. غتمشي تخدم الشهر الاول كامله تقول التارجيت ديالي انا بهاد الخدمه هادي كامله هو باغي ندير 10 دراهم، الشهر الثاني باغي ندير 20 درهم اللي هي 2 دولار، الشهر الثالث 4 دولار، الشهر الرابع 8 دولار، الشهر اللي بعده 16 دولار، الشهر اللي بعده 32 دولار، بقى تضرب في جوج، بقى تضرب في جوج، بقى تضرب في جوج، ياك هادشي صغير بزاف، ملي توصل بعد 12 شهر اللي هي عام تلقى راسك راك فتي 1000 دولار، فتي 1000 دولار يعني راك فتي مليون في الشهر، يعني هو هادشي جو سوي سور لا درتي غادي توصل لهاد المبلغ هذا، جو سوي سور لا درتي هادشي غادي توصل لهاد المبلغ هذا، واحتمال انك تفوتو كبير بزاف غادي تفوت هادشي. يعني عام وثلاث شهور غادي تولي كتخلص، عام وثلاث شهور غتولي كتخلص، غادي تولي تدخل اكثر من واحد المليون الا مشيتي درتي هادشي اللي كنقول لك. ولكن العقليه المضاف فاكر زعما شنو هي لا باغي نوصل بالزربه لا واش كاين شي طريق مختصر، اسمعني الله يرضي عليك، عام وثلاث شهور غادي تولي توصل لهاد المبلغ هذا، ما تبقاش غادي تمشي تضرب في جوج. المهم نقول حنا وصلتي لهاد المبلغ هذا بعد عام، عرفتي شنو غادي يطرى لك الا مشيتي حطيتي مثلا الشهر الاول 500 دولار واخا تجيب 20 دولار غادي تمشي تخوي في حالك، لان تبان لك 20 دولار ماشي شي حاجه. علاه كنقول لك ما تخليش الاهداف ديالك كبيره، وانت راك داخل في واحد الليرنينغ بروسيس، يعني في واحد المرحله ديال التعلم، يعني عام و 3 شهور كامله مرحله ديال التعلم، واخا توصل داك مليون في الشهر وجو سوي سور غادي تفوتو، الا درتي هادشي اللي كنقول لك جو سوي سور غادي تفوتو، هي مرحله ديال التعلم. على حقيقه راه انجينيور في ديك البلاد عندنا راه تيقرا 5 سنين باش يخرج يخدم ب 5500 درهم، 5 سنين وانجينيور راه واحد الشخص اللي دماغ احسن مني وحسن منك وحسن 99.99 ديال اللي كيتفرجوا فيا دابا. انجينيور راه دماغ، انجينيور راه واحد السيد كراد، لان انا ما يمكنش نكون انجينيور، لان انا جبت 10.06 اشنو تجي اهلني انا باش نكون انجينيور، فهمتي؟ يعني اصلا غير مثلا غادي ندفع ليكول ديال الانجينيوري ماشي اللي زاد الطونت، اصلا خاصهم يسبوا لي الوالدين، فهمتي؟ خاصهم يصيفطوا لي شي برا رضيناه يقول لي فهمتي ديال الشاشة، لان اهان اصلا نمشي دفعت لهم ب 10.06. يعني انجينيور واحد السيد اللي هو قراي وكراد وكيطير ودوز عامين ديال الكلاس بريبا ودوز موراه 3 سنين وزيد وتلقى ضرب مثلا واحد 6 موا ديال ستاج وكذا وكتب ليه رابور وتصادع خرج وخدم ب 5500. ما تبقاش تستهان الاخ بالحياه، ما تبقاش تستهان، وقدر عباد الله، قدر عباد الله راهم حسن منا، راه ما عندهمش التوجيه الصحيح، راهم حسن منا بزاف، راه ما عندهمش التوجيه الصحيح، دوك الدراري دماغ ما عندهمش التوجيه الصحيح، ما عادش نضيمو معاهم. تيخرج مسكين تيخدم ب 5500 درهم، انت دابا ملي كنجي كنقول لك ضرب هذا العام و 3 شهور بروسيس ديال في نفس الوقت ديال الخدمه، ومن بعد غادي تخدم بواحد، من بعد غادي تلقى راسك كدير واحد 1000 دولار للفوق. ولا صاحبي راه قالوا لنا هادشي ساهل، لا كذبوا عليك، على ما ضفاكر كذبوا عليك اصاحبي، ماشي ساهل، هادشي تيبغي تعلم، ماشي شفتي مثلا كما واحد المثال تيقولوا بلال ديما وتيعجبني، قالوا لك راه الصباغه فيها الفلوس مثلا 6 صباغات فيها الفلوس، غادي تمشي تجي تجري غادي تهز طلوشيطه وتجي تصبغ، راه ما عادش تجي تصبغ، راه غادي تجي غادي يجدك من الدار غادي يجيب لك الامين ديال الصباغه
وغادي يدير لك شي غرامه ماليه، لان اصلا غادي تمسخ ليه الطاره صاحبي، راه ماشي ساهله تصباغ تصاحبي، خاصك تجلس وتعلم تصباغ، واخا قالوا لك فيها الفلوس خاصك تجلس تعلم على حقيقه هذا الشيء. ولا 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 دار واحد السيبه ديال كل شيء، ولا بغى ينقز وكل شيء بغى يدير كل شيء. ديال عيل الانترنت اصاحبي ديك العجل حتى انا باغي ندخل فين غادي ندخل اصاحبي فين غادي ندخل؟ عيب شويه كل شيء غادي يدخل ان شاء الله. ما جويه الدراري ثلاث شهور الاولى غادي تجلس تعلم، وغادي تجلس تحط التارجت ديالك 10 درهم 20 درهم 40 درهم 80 درهم 160 درهم 320 درهم، وانت طالع ضرب في جوج ضرب في جوج ضرب في جوج، في الاخر العام جات تلقى فايت 10000 درهم ضرب في جوج ضرب في جوج، وراه جو سوي السوري قدر في الشهر الثالث ولا الرابع قدر تفوت 10000 درهم، وراه داروها بزاف الدراري. ولكن الا جيتي حاط من الاول الشهر الاول باغي ندير مليون، لان داك خونا قال لنا دار 100 مليون، لان انت تتقار راسك مع شي واحد اللي قديم في الحرفه هنا، هذاك خونا صاحبي دار 100 مليون في الشهر با 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 با، حتى انا غادي نبدا الخدمه، انا نبدا الخدمه الشهر شحال اليوم؟ اليوم 7 في الشهر 7، حنا دخلات عندنا 7 الاخوان شحال يقول لي اليوم 6 7 فيتش المغرب ب 6 السوايع. المهم دخلت اليوم 7 في الشهر 7 في شهر 8 ان شاء الله نكون محضر واحد المليون، هو القليل ما تحضروش. والمشكله اللي طرا لك هي اللي حطيت واحد التارجت اللي ما تقدرش عليه، المشكله اللي طرا لك هي اللي تحطم وتجي تخوي السوق، ما تجيش تكمل وغادي تمشي بعدا تبقى تنقر وغادي تدخل في واحد الحاله ديال الاكتئاب. وهادشي اللي كيطرى للاخوان ديما ملي كنقول ليه دير 10 درهم يقدر 10 درهم ترابع السيمانه، وغادي تفرح تقول واي، وهاد الشعور هذا لصالح كانك تمشي تكمل، ماشي الشعور ديال يقدر لاحظت شي مليون، يقدر تدخل مثلا 500 درهم، قلتي انت بغيتي تجيب مليون في الاخر الشهر لقيتي راسك مدخل 500 درهم، اشنو غادي دير زعما؟ تفرح؟ لا ما تفرحش، لان التارجيت ديالك والقانون اللي حطيتيه مع راسك هو الاخر ديال الشهر شهر نهار 7 في الشهر الجاي خاص يكون عندك مليون، انت عندك 500 درهم غتبدا ترجع تقارن 500 درهم اصاحبي 100 مليون اصاحبي، انا باغي انا كنت باغي انا غير مليون، انا كنت انا باغي غير مليون اصاحبي 500 درهم اصاحبي، انا تبدلت انا على انت ما ضفكر اصلا ديك 500 درهم ما تستاهلهاش حتى هي، فهمتي؟ واك ما تبغيش اللي يقول لك هاد الهضره هادي، فهمتي؟ هذا هو الواقع، لان الواقع قرر راسك مع شي ناس اخرين واحترمو. كاين واحد الانجينيور اللي كيقرا 5 سنين اللي هو قراي وكراد وقضالبك، ماشي زعما ديك 5 سنين القرايه، لا راه حياته كامله كان تيقرا، راه اصلا جاب في 5 مزيان وجاب في 6 مزيان وجاب في الباك مزيان، هي اللي خلاته يدوز ليكول ديال الانجينيوري، وعاد قرا عامين الكلاس بريبا عاد داز عاوتاني يقرا تمايا. وهاد السيد هذا اللي هو سنين هو كيتقاتل غادي يتخرج وغادي يخدم ب 5500، وانت غادي تجي دير لنا انا 500 درهم؟ اصلا هو ما خداش 500 درهم، اصلا هو ديك السنين كامله اللي كان تيقرا كان كيديبلاصا من جيبو كان تيتقاتل من جيبو، فهمتي؟ ما كانش كياخذ ديك 500 درهم، ما كانش كياخذ عليها. كنقول لك شويه الواقعيه، ورا ديك الهضره اللي كنقول راه صحيح، واللي دار بها راه غادي يمشي بعيد. وديجا الاخوان تيصيفطوا لي خويا سيمو مشيت بغيت نخدم على 10 درهم حتى انا الشهر الاول، وكنت حاط التارجيت ديال 10 درهم، وراني فعلا درت 1200 درهم درت 120 دولار مزيان، غادي يبقى في جميع الحالات فرحان. الا الشهر اللي بعد منه كاع دار حتى 60 غيبقى فرحان، الشهر اللي بعد منه دار الشهر الثالث الا نزل حتى 20 غادي يبقى فرحان، لان التارجيت في الشهر الثالث هو 4، لان انت في واحد ليرنينغ بروسيس، انت كتعلم، انت ماشي باغي تدخل الفلوس، ولكن كلشي ولا عندنا في هذا المجال جايين ليه ديك النوعيه بزاف جيت لي ديك النوعيه بزاف ديال وانا كنموت وانا والدي الصاد. هذا الفيلم هذا صاحبي راه تجي مرضنا صاحبي، هذا الفيلم هذا ماشي يخليك تخدم وتنوض مع الخمسه الصباح وتقاتل، هاد تتموت غادي تمشي تخدم شي خدمه عاديه كما كيخدموا الناس العاديين، غتمشي كتموت والديك تيعاني وفريمون غادي تمشي تخدم بشي 50 درهم في النهار وغادي تقابل هاد الخدمه هادي بالليل، الا هادي والديك تيعاني وتمشي تقاتل بشي 50 ولا 100 درهم في النهار ولا شي خدمه ما عرفتش في سونتر دابيل ولا شي حاجه، وغادي تدوك الفلوس باش توكل والديك، فهمتي؟ راه دوك الفلوس قاد الا باغي تاكل وتعيش وصافي. المهم ما ندخلوش في هادشي بزاف، لان فهمتي حتى نحاول نعطيك واحد الفاكين مايند سيت اللي ما تبقاش، لان هاد الهضره هادي ديال كنموت وكنعاني كدا ماشي زعما هي باش غادي تربح، زعما ماشي زعما راه الا قلتيها لنا غادي تربح، زعما بحال لا مثلا باش نقول عاوتاني هضره اخرى، زعما لجي دخلت لهاد الطومين هذا وقلت له انا راني كنموت غادي يستربيو لي الفلوس، غادي يقول لي صبر 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 راه كيموت، حل المجرى حل المجرى عطيه صاد، شكون اللي تيحل المجرى؟ ما كاينش اللي تيحل المجرى صاد، غادي تمشي تخدم، انا كنموت غادي تمشي تخدم، وانا والدي تمشي تخدم، انا باغي نعاون، تمشي تخدم، سير تخدم، سير تخدم وغتخلص، الكون ما تيظلم حتى واحد،
ماشي يسير بك انت على حقيتاش انت كتموت، بالعكس غادي يعطلك انت لانك انت كتموت ما تكونش عندك واحد الكفاءه في الخدمه مجهده. لان ملي كنكون جوج واحد جاي خدام داير بحال هكا هو تخيل معايا هاد الشوج هذا واحد الشيء داير السلام عليكم سيدي لاباس خاصك شي حاجه سيدي عندنا هاد الباكاج الاولاني سيدي هو داير 1200 درهم وعندنا هاد الباكيج هادي ماشي هادي هي الكفاءه ديالنا كنموت. وكاين المضافكر الاخر اللي كتقول عليه صدقات ليه هو اللي سلام سيدي صافا بخير مرحبا تفضلك ما خاصك شي حاجه خاصك قهوه شي حاجه فهمتي اوكي نجيب لك على الاقل نجيب لك قرعه الماء تفضل شراه دار مع الكونتاكت كدا. عندنا الباكيج الاول ب 1200 وعندنا الباكيج الثاني ب 1500 وعندنا الباكيج الثالث ب 2700 وعندنا واحد لوفر حسن من هادشي كامل شي خلصتي شهرين كنعطوك الشهر الثالث فابور وعندنا لوفر اللي حسن من هادشي كامل خلص 5 شهور نعطوك 5 شهور فابور وهذا راه هو اللي كياخذوا من عندنا بزاف الناس الصراحه فهمتي وتيدوي معاه وتيقول ليه لا انا هذا جاني غالي تيقول ليه ماشي مشكل ندير لك 20% ديسكاونت كدا انت وصال معاه في الهضره ما عرفت فين وصلوا انت باقي في هذيك وعندنا الباكيج الثالث 2700 درهم وعندنا اصلا بحال صورك تباين فهمتي نسب ولكن فهمتي حالتك اصلا ما 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 حالتك ما 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 تتخليش الناس لا تبيع ولا تشارى معك اصلا ولا تدير معك حتى حاجه تقول لي لا راني مخبع من ورا الانترنت لا كاين واحد الاحساس كيوصل من الشيء الاخر كاين واحد المضافكر كتب ايميل بطريقه وكاين واحد المضافكر كتب ايميل لانه باغا يديرو باش يربح فهمتي كاين جوج الناس كيكتبوا ايميل وكاين فرق كبير ما بين هذا وهذا كاين ايميل اللي كاتبو واحد تي فكر تقول صاب هاكا هو مع راسو والعقل داكشي اللي كتقول تيزيد يعطي صاد دابا بغينا نخدمو فكر ليا فشي ايميل فكر ليا فشي حاجه اللي نديروها غادي نطلعو الكونفرشن عندي داك التيستيمونيال ديال دوك السيدات جوج سيمانات هادي غادي نستعملهم زيدني شي حاجه اخرى زيدني انا عارفك الجن زيدني شي حاجه اخرى وي غادي نديرو في الهايد لاين هادي باش نخليوه يحلو بزاف الناس اللي يستعملوا هادي اجي نشوف العشرة ديال لي زيميل الاخرين اللي صيفطنا شكون هو اللي فيهم تحل بزاف ونبازي على داكشي الايميل اللي تحل بزاف نبازي على كيفاش غادي نقاد العنوان ديال الايميل الجديد هذا كوا تيفكر السيد اللي تيحارب وكوا تيفكر المضافكر اللي تيقول لك هاد الهضره ديال انا كنموت وكنعاني وباغي نعاون والديا دابا خصني نسكت شي ايميل نصيفط كتب اي زباله كتبها المهم راني تسمى درتها صيفطي ورا الفرق الصوت كبير الفرق كبير الفرق كبير ما بين ايميل وايميل غنوريك ايميل تكتبوه الخوت ما تيجيب حتى السيل وحده وايميل كنكتبوه تنجيبو 10% السيل الا قراتو 1000 الناس 100 شراو فهمتي المهم ندوزو الاخوان هاد الهضره هادي راه فهمتي مطبقه على اي حاجه وحاول يوميا ما تبقاش تستعمل شي حاجه اللي ما فايداكش اي فكره تجيك في الراس قول واش هادي نافعاني ما نافعانيش لوحه دوز لشي حاجه اخرى خليني نمشي نكمل داكشي اللي خدام فهمتي ما تبقاش تضيع الانرجي ديالك في شي حاجه اللي ما فايدك في والو انا كنموت وانا ومن بعد ما فايدكش هاد الهضره هادي كتزيد كتقتل راسك اصاحبي كتزيد كتقتل راسك راه ما هاد الهضره هادي راه كون كانت هادي تنفع راه مثلا علاش تفاديت الافكار السلبيه شحال من واحد يقول لك لا خاص تفكر منطقي او كنفكر معاك منطقي زيد اي صاحبي دابا الدوله كتا دابا ماشي شي مواضيع خاوي شي جات مثلا مشات لي سميتو الفوسفات واش تفكر موينه في الفوسفات اصلا فهمتي نمشي نتا في الخدمه الا بقيت ديا في الهضره خاويه ماشي تقدر نوض غدا مع الصباح لان الانرجي ديالي هادي تمشي يا صاحب الا بقيت كندوي معاك كدا ودابا وكتايتي وكتايفعلو كدا انا ما داخلش انا في هذا الموضوع هذا ماشي نقول لك تارنا نتحاسبوا على الدوله انا ما ندخلش في هذا الشيء كامل ما ندخلش ليه من الاول غادي نمشي غادي نتا في خدمتي لان راه غدا ما نقدرش نوض الا ضيعت الانرجي ديالي في شي هضره خاويه غادي نبقى غادي نزيدو في شي هضره خاويه ماشي بحال تزيدنا في شي هضره عامره ديال الصاط نديرو هادي كدا الصاط عرفتي داك خونا راه نصاوب واحد الكامبين خدام على واحد البرودوي ديال الشهر راه محركه وايل هنا دوله كدا خدام في استراليا با مزيان واخا حتى باقي انا كنفكر نسكيلي في استراليا طاب اوتوماتيك ملي غادي نمشي الناس غادي نوض الغد غادي نفكر نمشي نسكيلي في استراليا ولا ما فكرتش نديرها غدا نفكر نديرها السيمانه الجايه عقلي بقى خدام في داك الاتجاه ديال نسكيلي هادو هما الهضرات باش عامر مع الدراري نسكيلي ندير نفعل كدا شي برودوي جديد طاب ماشي الفوسفات الدوله العثماني
كذا صا فاك توعد فيهم ما غادي تبدل توعد فيهم يعني مثلا دويتي على العثماني مزيان ولا خايب ما غاديش تشونجي حتى حاجه انت كشخص ما غادي تسمح لك القضيه تشونجي حتى حاجه انت شخص وانا شخص عادي هذوك الناس راه خدامين دايرين الخدمه اللي عليهم دير الخدمه اللي عليهم الله يسر لهم الله يوفقهم اللي خدام مزيان راه خدام اللي ما خدامش مزيان منه لراسو انت سير تجاه فراسك اصاحبي سير تجاه فراسك الله يرضي عليك راه ما غادي غادي تضيع غادي تضيع الشيت ديالك اصاحبي في شي حاجه اللي ما عادش تقدر تغدا تمشي تخدم فهمتي الدراري هاكا كان طال لي حتى واحد الوقيته فهمتي كتلقاني كنناقش اي موضوع اي موضوع اكبر شخص سلبي في واحد المرحله في حياتي اكبر شخص سلبي حكومه بنكيران كذا هذا كذا هذا رئيس الجامعه شفار هذا رئيس الجامعه صعب يدوزوا ليه ديك الميزانيه ديال التنميه البشريه تشكى عليها هذا رئيس الجامعه راكب الاي ام جي الاي ام جي ما درت ما انايا لي اونتربرونور خدام من راسو كندخل الملايين وقال لك ما درت الاي ام جي جا هو مو ما قاريش ما دايرش ما فاش هذا الهضره اللي كنت كندوى في الوقيته لا رئيس الجامعة صايق لا يمشي السيما بربي لا السيما بربي لا سابش اصاحبي شتي هاد الهضرة هادي ما فايداناش اصاحبي هاد الهضرة هادي هضرة خاوي بغيتي نزيد عليك هاد الهضرة هادي هضرة خاوي ماش ما 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 ماش نزيدو بها لقدام انت في حياتك ماجيش تزيد لقدام هاد الشدادة هادي يمشي هادي يمشي هاد الشدادة هادي يمشي وبدل نمشيو نانفيستيو في شي حاجة اخرى اللي تجيب النفع ما يبقاش عندنا الشيء الغدلا هاد النوضه غادي نجيو عاوتاني نفس الهضره لان باقي انت مع نفس المدافاكرز اللي متفقين على هاد الهضره فهمتي اللي غدا مثلا الدراري صحابك اللي كتجلس كتناقش معاهم هذا غدا غادي تنزل عليهم الهدايه من السماء غادي تمشي غادي تلاقى معاهم يقولوا لك صات نسان صات الهضره هادي جيجي ندوب شويه في البيزنس لا راه مدافاكرز انا تعرفهم مزيان فهمتي غتعاود عاوتاني يقول لك يجيب لك شي خبار باقا نحيح اجي شفت اخونا داك خونا اللي شعل اليوم العافيه في راسو صاحبي راه حتى راه بنادم راه ماشي ريش على العافيه في راسو صاحبي في هاد البلاد هاد ترى بنادم صاحبي راه خاصو يباش ما يصبح هادشي ديال صاحبي الهضره هاد ما تقدريش دير والو غدا عاوتاني بعد غدا وعاوتاني العام الجاي وعاوتاني بعد عامين المدافاكرز اللي كانوا كيخدموا افونساو في حياتهم بعد عامين وانت غادي تجي عاوتاني تجي تلقى غادي تلاقى معاهم غادي تلاقى المشكله غادي تلاقى مع دوك خوتنا وتخيل من هنا 10 سنين شنو غادي يطرى تلاقى مع المدافاكرز اللي كانوا خدامين طلعوا وانت باقي جالس انت هو انت تقول لهم الصاد هذاك خونا صاحبي راه كنت جالس مع حرتوكا صاحبي ما كيعرف اللي من الزرواطه سولني عليه انا راه ولد دواري زيكا صاحبي وغادي تبقى مكمله يقول لك صاحبي واش صاحبي راه كيدوز زعما بحال شي واحد فما صاحبي وكذا هو راه نسمو ماضي نسى راه ولد الدواري زيك ومن بعد فهمت هذاك صاحبي واش هذاك الفنان صاحبي هذاك راه نسى